ان شاء الله ان شاء الله لاباس. لا لا شوف كل متهني. هذه خبره هذه تجربه وقيمه يصعب يصعب. انا اقول لك سي حرام حرام شوف انا اقول لك اذا لا قدر الله ما تنجحش احنا ما نجحناش لان نكون مربوطه بعضها والدوله مستمره. والشيء اللي توا باش تشوفه اليوم واللي الجلسه هذه ما وقعتش قبل وهذا يبين ما وقعتش قبل الحمد لله وهذا يبين اللي الدوله تستمر العباد تمشي كلها تزول الحمد لله لكن الدوله تستمر. وفي الحقيقه انا لازم الانسان يختار اللي يخدم معاه وانا اللي عملوا معايا عاونوني مليح بكل صراحه وما كانش فما اشكاليه يقيموني والله نصف الليل ماضي ساعه الداخليه والدفاع اوتوماتيك والحمد لله سي الحبيب مش عارف علمك يخ في بالي اخوتي بدا يخدم مع سي علي اي ماشي انا وصيتهم انا راني لحيت عليهم اثنين وقع سي شو اسمه لحيت عليه سي عبد الكريم ايوه قلت له شوف يعني مثلا الدولة مستمرة يا ولدي وما ثماش واحد صالح لكل زمان ومكان انا انظر وحسن ما فعلت انا لحيت عليهم نعرف حسن 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 ما فعلته ولكن مش اللي حالي مش نزيد الاسم ايضا يعني التجربة اللي عنده مش بسيطة مش بسيطة وانتم داخلين لو في مشاكل تاع ملفات يعني والصعيب والصعيب الاستجابه اليها. نعم. يعني بتشوف لي جونس دو فيان علاش قلت لك راهو انتم اصعب. احنا راهو من الاول يقولوا هو هذوما وقتيه باش يجي وحود اخرين ويجي كذا وفما شويه ضر وثم واحد تعدات. اما تو باش يقول لهم ملحين اكثر. معناها ما تنجمش تتصور. هي بدات من توا هي مش كل واحد جايب ملف بتاعه كل شيء جاي يجيك تو يحب تو يحب تو حتى فيما يخصنا احنا هنا ما ثماش ملفات معطله كلهم مريقلين. اولا ساعه باش نقول لك ثم حساب جاري بتاع الوزير الاول انا ما مسيتوش ما مسيتوش ما لقيتش ما مش مساله حق انا ما تعرف اذا كان كانت ثم جات ظروف وكذا راني عملت مش اش فيه هو فيه هو الدم اللي هون نعطيهم كل شهر ولا شنو فلوس، اما الفلوس ما مستمرش كل وعندي تلقاها الحساب موجود حاضر باش ما لقيتش سبب معناها فصلت المواضيع بلاش فلوس فهمتني اللي خلاهم لي تلقاها موجودين اما حساب تو نصحح لك انا في الورقه فهمت ولا لا؟ الموضوع تفضل كمل انا عرجنا عليه مره اخرى وانا نحب نزيد ناكد عليه ووضعيتك معها ما تقلقش من جرتي لا 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 تقلقوا اذا ما كنتمش بوجبنا نتقلقوا اذا ما كنتمش بوجبنا هذا احنا مدين ليهم بالعرفان والجديد وهذا حقهم ساعة قبل ما لا جات وانا ممكن قلت من داري ولا من هذا حقك وانت مشكور عليه وبالتالي هذه باش تقعد يعني متواصل ان شاء الله ان شاء الله. الحاجه الثانيه اللي نحب نزيد نلح عليها هو انك بقائك يعني بجانب الفريق هذا ما فيش مشكلة رأيي ان شاء الله نقول لك حاجة الثالثة ان نحب الفريق اللي معاك ان شاء الله انا مش نحدث تغييرات كبيرة بصراحة ونحب نستفيد منهم الكل ونحب تعطيني رأيك في اهم الناس اللي يمكن نستفيد منهم شوف مقرب لي الكل هم مستعدين انا راني ما جبت حتى واحد معي نقول انا اللي لقيته ما خدمت معاه وفيما يخص الوزاره ولا ما نعرفه لكن وليت نعرفه بحكم التجربه وانا من اصلي نتفاهم مع الناس الكل يعني قلت المسؤول يخلق المناخ الملائم باش الناس تخدم وتعرف كنا بشر راهو نقطة ضعف ونقطة كذا وكل واحد لازم تاخذ بخاطره والمسؤول هو اللي لازم يعمل مجهود هاك تشوف حتى من الخدامه من واحد انا تو عندي مده وانا نصور مع العباد يجي يصورني لو كان معناها فما دواعي وما يجيش يعاود يشوفك حيث انا واثق اللي معك انت مش تتوصف المساله هذه
معناها بقدره الاله تمشي الامور. سي باجي نحب ايضا رايك ونصيحتك. اولا المكان هذا انا ما نعرفوش باش نشوفه. وانا هذا طبيعتي نحب الناس فعلا يعني تخدم وتحاسب على الخدمه. هي معقوله. هل هذا المكان يعني اللي يعرفه انت المكان هذا يعني يمكن من الخدمه هذه والمراقبه والمتابعه وحتى الضيق نتاعه وحتى ضيق بكل هكا ما ثماش مكاتب ما ثماش هوني ما ثماش بكل توا وانت عندك توا اربع ولا خمسه جاتهم معك ما عندهمش بقايا وبيجي الشيخ عبد الفتاح بيجي يزيد يجي مستشار مرحبا به زيد مستشار اي هذاك هذا صحيح هو راهو كي تشوف هنا كان الوزاره الاولى والخارجيه والداخليه في هذه هكا كانت قبل اما اللي بديت ما اللي بديت انا هوني مال فهمت ولا دونك هكا كانت هكا وبعد بشويه بشويه الداخليه خرجت قعدت الخارجيه وتوا الخارجيه خرجت ولك الباقي ضيق الوزاره الاولى توسعت وفرنفوار خاطر تعرف انه حسب حتى القانون هذا المنظم السلطات فما صلاحيات رئيس الجمهوريه جات هذيك سامحني وفما صلاحيات نتاع الداخليه جات للوزاره الاولى يعني فيما يخص الجمعيات وفيما يخص الاعلام علاش؟ لان وانا نعتبر غلط نتاع الاحزاب وكذا هي اصلا نتاع الداخليه انما من سوء الحظ يعني فما ولا احتراز بالنسبه للداخليه معناها جاوا عند لكن الداخليه اللي تخدم فيهم وما ثماش علاش شوف ما دام الوزير الاول ووزير الداخليه منسجمين مع بعضهم تمشي مليح الامور الحمد لله تمشي مليح الامور اوترومون سي مارش با علاش انا ما وقعت لنا مع سي شو اسمه هو نسيت اسمه اسمه تخلى سي الراجحي سي الراجحي سليم كاتاستروف لا سليم كاتاستروف هو ما نعرفوش انا مش تقول لي ما نعرفوش شكون جابو؟ سامحني لقيته لقيته هنا سي محمد اي انا لقيته هوني انا اول مره راه في التلفزه قلت لا اله الا الله كان ينجم ما يمكنش نجم الشرطه والبوليسيه ما ينجمش يسرقوا له كابوتو وكلات ريحه كبير كلات ريحه في المقام نتاعو انا عيطت له انا بنفسي والله العظيم اكرمته قلت له يا فلان معناها قلت له ما تجيش وزير الداخليه انت ما اعترفه قال لي انا ما نعرفش السياسه قلت له ما تعرفش السياسه ما تعملش قال لي قلت له قال لي يسالوا فيه على ان الدوله شنو الدوله شنو ولهذا قلت له ما يكونش فهمت ولا لا واكرمته شربت قهوه ودخلت لدار الرئيس باش اعطاه بقعه تاع وزير عرفش من بعديك تخلوا ولا يتصرحوا وكذا ودايرين به جماعه والعياذ بالله وتوا باش تلقاها من الامام هذا تو البوكت ودرا شنو ودرا شنو وما هابطين علي انا خاطر ما قلت قلت لهم منكم وهذاك بن سدرين والعياذ بالله فهمت ولا انا مالادي قلت لها يا بنتي هزي ما نجيش يرو وجاتني دخلتني فيه قلت اش دخلك انت في الاخر؟ اي قلت اش دخلك؟ صرارة وقائمات اي قلت لها شنو قلت لها فهمني عندكم عليك كذا سمعت هذيك وسمعت ناصر شو اسمه النصراوي كلهم يا ولد خرجت تبكي من عندي قلت لها ما نجمش نتعامل مع قلت عندك عليك خاصة عندي مع الراجل قلت لها شنو دخل اش دخلك في الحكاية يعني هذه المسألة أكبر من مخك قلت لها اش دخلك؟ أنا ولكن مش هكا وقاتلنا مظاهرات وهي اللي حمشتهم واعترفت لي انا قالت لي تو لو كان ترجعوا تو نفصل لك المشكله اذهب قلت لها انا على مذهب ابوك ومذهب ابوك هي مش هي هي خرجت تبكي جاني رضا وقتها قال لي قلت له شنو ابو الكلب الحكايه هذه مش عادي مش عادي مش عادي شو تحكم وكان تحكم على وزير الداخليه اي عندي معناها ايش نقول لك؟ فما ملف اخر سي باجي لو سمحت. انا بدي معناها تصورك الان للمهام في الترتيب. شنو هي شنو الملفات الان بالترتيب؟ شوف انت عندك عندك انا صالحك عندك حاجتين عندك هذه حكايه السلفيين وتحبوا ولا تكرهوا محسوبين عليكم. انا نعرف الداخل. هي
باش تجي عندكم هو باش نقول لك من توا وتو تشوف باش تجي عندكم القضيه نتاع التلفزه هذيك نسمع جايه نهار 23 جونفي مش يقع فيها برشا مشاكل وثم معناها من الامور من الخارج ومن كذا وتو ثم ابرياء باش تحسب عليكم تحبوا ولا تكرهوا لا يفوتوا فيها سوليسيون تو سامحني تو هذا راجل خرج فيلم فيلم مرخص فيه الدولة تو مصيبة أنا والله ما في بالي به فهمت ما شفتوش وتو ما شفتوش الفيلم هذا ليه يعني وإذا به معناها كلت ريحة قسموا داره وحبوا يفسخوا في المرأة معناها أنا شفتها ما ونحن الشرطة ما قامتش بوجهها بصراحة فهمت في الواحد هذا وإذا به هو اللي هو مطلوب وتحال على المحكمة سي قروي إي وقروي راهو ما تنجمش تشوف البلف اللي وراه واللي حكيت واللي كذا فهمت ولا مسنود اي مسنود منيح فهمتني ولا لا من برا من الداخل من الداخل سيرتو من برا فهمتني ولا لا نعرفهم انا قلت ما الجانا نحن الحكايه هذه ومحامين شنو قايمين عليه دخلنا في الحكايه هذه ولات الدوله زاد معناها من خوف البروكيرور معناها ما تبعش الناس اللي سارقين وخاسفين وانا كله وانا هابطين عليه وكل شيء ما حتمش في الحبس وهذاك فهمت انا قاموا عليه بقضيه كسروه كلت ريحه وداروا قاموا عليه بقضيه معناها مش حلو مش حلو هي فوتروا فين سوليسيون يعني مطص ما تثيرش مشاكل مش ما تثيرش وعندك المساله الثانيه تسمح لي انا ندخل فيها ما حقنيش عندك وزير التعليم اللي جبته جديد راهو مش تدخل لك معاه مشاكل العالي ولا العالي ظهر لي منصف بن سالم وانا اللي دخلت منصف انا اللي دخلت راهو باش صور له الحاله نتاعو دخلت وجه ربي خاطر قالوا لي راجل مظلوم وفعلا لقيته مظلوم وانا اللي دخلت ليه باش رسموه وعملوا له وعملوا ما شفته ولكن يظهر فيه عمل تصريح مشومه شويه قال بورقيبه معناها اسبيون وكذا هاني يقول لك باش تقع لكم مشاكل فيها سي عبد الكريم كلمنا ما الجانا فهمت ولا لا انا الحكايه فهمت نعم صحيح قديم جديد ما نعرفش خرجوها تو خرجوها له تو اي تو عاودوا خرجوها خرجوها له تو انا احنا كلمناه حتى في الحزب تاعنا ولمناه اي وقفنا عليه حتى التصريح صحيح كان هذايا تصريح في غير مكانه ولا اصلا يكون انه يهود وصهاينه واستقلال وهو معناه بورقيبه تو يهودي معناه طبعا عندهم مساويه كيف الناس كل انا معاك في هذا وبين قوسين هاك اخونا الكبير ابونا احنا في الحركه وقت اللي بدينا نختاروا توجهنا له بهالكلام هذايا راهو انت معروف بالشده معروف بالكلام هذايا وتبارك راك باش تجي في قطاع حساس التعليم العالي الساده والنقابه وانا نخشى اللي توا باش كلمة حق ولا بها باطل باش يتكبشوا في الحكاية هذه توا باش تولي له مظاهرات توا نعرفهم وانا دخلت هو هذا لان كان صديق مصطفى الفيلالي صحيح مصطفى الفيلالي كلمني قال لي بالله قلت انا ما نعرفوش قال لي انا نضمن فيه كلمت انا الوزير تاع التعليم العالي قلت له هذا من فضلك قلت له دكتور تفصل هذا مظلوم قال لي مظلو قلت له نسوي له الحاله نتاعه لا صحيح هذا التصريح هذا وغيره اثار انه حتى دخلنا اثار برشا من حتى دخلنا اثار برشا انتقاد ايه هذا وغيره هذوما قضيتين اللي تنجموا تستغناوا عليهم تشوفوا كيفاش ما نعرفش عليكم باش تاخذوا احتياطاتك على كل حال منهم وهذه قضيه اخرى جايه في جانفي هي ولا شنو هي على 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 وضوء كاس خليفه معناها قالوا له تجي القضيه باش باش تولي اعتصامات باش تولي اعرفهم انا كان ينجموا يوخروها ولا يلقاو حاجه ترتاحوا حتى من بعد تتنسوا معناها تتنفسوا فهمت ولا هذا هو ومن بقي الحقيقه فما ملف اخر هو دعوه الامير قطر اي وراي مش عارف ما هوش مشكله ماهيش مشكله ماهيش مشكله لا حبيت نقول لك وحده ولا مع غيره لا لانه فات الوقت مع غيره مش عارف انا قلت ربما زياره دوله معناها وحده اي علاش لا من غير ما الاستماع شوف انا قعدت بات كيفاش يقولوا قطر باش تستعمرنا احنا توا لا مش ما تبهرش سي باجي يحبوا هكاكم يحبوا يحرجونا باش يولي هذه قطر تهمه ماهيش معقول تهمه لا باش حتى اعانه
شوف شوف يوقفوهم. انا ما نقول لك بكل صراحه، ما نعملش حاجه من غير ما ندرسها، هكا متربي. وانا اللي قمت الزيارات اللي قمت بهم كلهم موضوعيه. اول زياره قمت بها مشيت للجزائر لعده اسباب وحكيت لك فيهم، وما مشيت للمغرب. والمغرب عملوا لي تدخل، قالوا لي لا جينا الاولى، اللي قلت بطلت وليت مشات. وما مشيت لفرنسا، علاش فرنسا؟ خاطر هي اللي باش تعاوننا في حكايه جويت هذيك، لان هي كانت رئيس جويت. وافكتيفمون فهمت مع مستر ساركوزي، وشاركنا في اعداد التقرير نتاع جويت. زوز من الناس منا احنا شاركوا فيها بعد ما قلعت الراجل. باش مالا هي شنو هي جويت؟ سينما زي غادي الناس اهلا وسهلا زوروكم تروحوا. وقلت له شنو عملنا جا مليح؟ مشيت له قبل وقلت له راهو احنا في حاجه وكذا. قال يا سيدي تحب تشاور التقرير باش نعملوا، تحب تشاركوا فيه؟ وشاركوا زوز من عندنا نحن في التقرير. باش كيف مشينا غادي قالوا تونس ولات الاجتماع من اجل تونس. وعملنا في الجويت ومشينا لامريكا ومشينا للعرب. شكون هما العرب؟ قطر والامارات والكويت. علاش؟ اولا خاطر قطر والامارات هما الوحيدين اللي اعترفوا بنا. العرب الكل مش معترفين بنا، ما مش فرحانين بلي ثم ثوره في تونس. وقطر اعترفوا بنا وجاونا. وانا مشيت دايور هذا سي امير قطر وعلاقنا باهيه. قال لي شنو اللي تحب؟ قلت له جينا باش نرجعوا التحيه باحسن منها، لا اكثر ولا اقل. قال لي عجب. قلت والله بدا يحكي لي هكا عبد الكريم معايا كيفاش كان ياخذوا له الفلوس كيفاش يعمل كذا وهرب الراجل من هون. قال لي لاول مره جاني واحد مرسل اي قال لي تحبوا على ذمتكم الفلوس؟ علاش ما ناخذوهمش الفلوس على ذمتكم؟ واحنا ما في حاجه في الحاجه كلام فارغ هذا تبعوا في الامور الفارغه فهمتني ولا؟ قال لي ها قدام عند عبد الكريم قال لي انا الفلوس عندي. قلت له وقال لي ها نحط على ذمتكم 10 مليار دولار في احنا واحد منهم قلت له احنا ما نحبوش فلوسك. انا قلت له كان تحب استثمار خاطر وقتها معناها ما يعكروش الميزانيه وما ندخلوش. قال لي الله يبارك. تعرف قال لي؟ قال لي يا سيدي انت اعمل المشاريع وانا نجي صح فيهم ونجيكم انا من قبل راهو قبل ما تصير. قال انا نجيكم غادي ونصحوا في المشاريع ونجيب الفلوس. لكن ديما باش ناخذ حاجتنا ايضا بالوديعه او معليش الوديعه هاكا موجوده فيها 500 مليون مش حاجه كبيره وحبوا يرجعوا فيها. لان الراجل جاني قلت اذا كان مش ناخذوها كيما اللي في السوق مش نعملوا بها فهمت ولا؟ قال لي انا نقول لك اما ما تعلنوش عليها. قلت له تفضل. قال لي بزوز ونص في المئة باهي على خمسة سنين وداش وبلاش فلوس. ومن بعد ولا وزير المال قال 4.5 قلت له فلوسك رجعوا فيها. انا جبت 3000 قلت خذ فلوسك تلقاها في السوق مزيع علينا. بحيث هذه حاجه وعنده مشاريع وعنده كذا. وانا نقول لك هذا نجم نمشيو عليه الاخر لكن احنا مش نخافوا منه. شنو هنا الجبان هذا؟ والله كان عندنا بدائل اخرى الواحد لا ما تقلقش نفسك من الحكايه هذه خلي نغرقوا شويه وكذا انت. لا لكن هذا انسان عنده الفلوس مستعد نعم مستعد وش ينجم قطر احنا ما نجموش فرنسا خرجنا جيش الله يحلى احنا ربما بالعمل نتاعنا وبالاطارات ممكن نحتاج واحنا توا الناس اللي عندنا غادي يخدموا وعندهم هما توا ما دخلوا في عمليه الكوب ايه معناها ديجا من امل بعثنا له 3000 واحد توا موجودين توا وعندنا من الجيش توا بعثنا الجنرال وقتها شنو قالوا باش يقابل بن علي بعثنا خاطر عندنا جيش هذا وما ثماش بلاد اخرى ومشينا للامارات فعلا باجي مستعدين شكون هما؟ الاماراتيين مستعدين وعندك الكويت. علاش مشيت الكويت؟ لان احنا ظلمناهم ناس عاونونا وسيد بن علي كلا فلوس مع صدام حسين معروفه هذه توا فضيحة معناها كيفاش هذا واحد يجي يسير البلاد من هذا النوع هذا فهمت ولا؟ فضيحة توا أنا نشعر بفضيحة فهمت ولا؟ احنا نسلم في الناس اللي عاونونا وكذا مشيت اعتذرت لهم. الأمير قام يبكي صاحبي وكان وزير خارجية وكذا
معناها زغل عيني بدموع. قال لي لا وكذا. قلت شوف يعني الكويت ديما باهي معنا. قلت له راجل، قلت له هو اخطا في حق تونس الكل، انتم ما جيتوا معنا للغرب، فهمت ولا ماكمش في ضايعه. حسيت له عملت له شويه عيط للبريمير مينيستر، كان عندنا جلسه باش نشوفوا مش مشاريع. قال انا بطلت الجلسه. قلت له علاش؟ قال الامير اعطانا جرين لايت، قال تونس اللي تحب تمشوا معاه. علاش نروحوا فيهم هذوما؟ قال شنو خلي اخر. اوروبا عندها صعوبات الان، حتى ماشيين في الصعوبات تاع اوروبا. اوروبا ما نجموش تخلوا عليها. انت في بالك مولي عندك امكانياتها، في بالك اللي عندك دعوه في عند رئيس اوروبا. قلت له انا بلغت لك ان شاء الله يبشر. اول زياره لا ابعث له جواب، قل له راهو بلغت لي الوحده بارك الله فيك ونطبقوها في عند في الابان ونحسنا بهم. وفما حتى السعوديه سي باجي تعاودوا انتم دبروشكم فيها. نقول لك السعوديه احنا اخطانا كحزب كحركه، اخطانا في حقكم. شوف انتم وكويت اخطانا زائد. الكويت الكويت ما فماش مشكل، الدوله والحركه اما 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 السعوديين ما تصرفوش معنا بالكده، ما تصرفوش معنا كما ينبغي. تو هذا بن علي مشى استجار عندهم ولا كما يقولوا، احنا ما طلبناهمش راهو في شيء الا كونه يلزمنا نعملوا اجراءات احنا نتاع التسليم، وهم جابونا على الاقل ايه لا تفضل، هو عقرونا تماما. وانا توا عمري ما عملت تصريح ضدهم. يسالوني شنو علاقة، نقول لهم بالنسبه لنا باهيه. هاو فما اسالوهم هما علاش، وش نقول لك؟ يعني هو عندك الامير نايف شيء حاجه تضحك ولكن ما تقالش. سي الامير نايف بعث لي يدخل في سي عبد الله القلال. اي كم يحب يهزوا معه؟ يدخل قال لي معناها يحب يسيبوه كذا. جاني بعث لي قلت له يا ولادي راهو احنا تونس مش كيفكم. الوزير الاول ما عندوش سلطه في الحكايه هذه، هذه قضيه موجوده عند العداله ما نجموش ندخلوا فيها. والغلب لا اكثر ولا اقل. وهذا معناها انا فيرتي دو سون دوسي ما نعرفش عليه، المحاكم هو اللي باش يقول هو فات. هذا التدخل الوحيد اللي اعطونا. هي بعد مده جانا وزير الخارجيه نتاع باش يقابل الرئيس، باش يقابل الرئيس مبعوث خاص. والله تقول لي تتفاهم مع الرئيس ما نعرفش، ما سالتوش. ومن بعد قالوا لي حاب يجيك عنده رسالة خاصة. وفضل قبلت من عند الأمير نايف. وقت الأمير نايف ماهوش الثاني مازال سلطان. شنو هي الخاصة؟ قال لي بالله فيما يخص هذا سي عبد الله القلال. قال لي شي كلمة على بن علي ولا على كذا؟ لا ما قاليش. قلت سلم عليه وقل له إن شاء الله فيها خير. وما يقول لك ان شاء الله في خير معناها ما تماش، معناها ما تماش نتيجه. هكا ان شاء الله خير. مشى على روحه. ياسر يعني قلت حياة شو يا ياسر. معناها تو ما نقول مش طالبين حاجه اخرى احنا. على الاقل معناها نتعاملوا معامله حضاريه. مش معقول هذا. ايوه في طلب التسليم شويه. كلمه ما قالوهالناش. شيء. شيء. يعني لو كان يقولوا ما نجموش ولا يقولوا احنا عندنا تقاليد. نعم سندرسوه شيء كلمه لا. ها نقول لك علاش، هذا مش معقول. هذه مش معقول. احنا دوله على اخر شخصيه تنجم تكون موجود. ها بالطبيعه يبعثوا لي الكبار والتقدير الشخصي هذاك. شنو ما عملنا مليح في الحكايه هذه، والناس يقولوا هما ما 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 قاموش بواجبهم وهو توا كذا. هذا هو الملف هذا نتاع الرئيس السابق بن علي، مش عارف شطران واحد يلح عليه بطرق دبلوماسيه. شوف ما نوصلوش. الملف الثاني نتاع البغدادي. سامحني هذاك البغدادي اسهل. انا نقول لك سامحني ما ندخلوش. شوف سي محمد الحمادي، فما الدوله شيء وفما التصرف الانساني شيء اخر. الدوله عندها ضوابطها، احنا عندنا قوانين داخليه وعندنا اتفاقات ثنائيه لازم طبقوهم الكل. وفيما يخص هذا سيدي بغدادي زيد حاجه اخرى، ثم مصلحيه
احنا عندنا مصلحه مع الاخر. هذوما كلموني من ايران وكذا. تو هو سي البغدادي كان مع القذافي كانوا ضدنا. ولكن ما نراعيوش على هالمساله هذه. هذه جاء عندنا نحن وتشد. ونحن طبقنا على القانون. المحاكم حكموا عليه. شنو نعملوا له؟ يعني حكموا عليه في القضايا نتاعو الكل. وثانيا حكموا بالتسليم. اولا وثانيا عندو زوج قضايا. دائرة الاتهام حكمت قال سلموه. درست الموضوع وعملوا معنا احكام موتيفي فيها كل شيء. علاش ما سلموهش يعني؟ ما تنجمش ما تسلموش هو وتطلب الاخرين يقولوا سلموه لي انا. فما فقط معقولة كلامك هذا كله لكن فقط قضية اللي احنا شو باش نعملوا لا قدر الله إذا عومنا معاملة سيئة. هو ما توا احنا طلبنا منهم ضمانات. واجتمعوا. والعدلية نتاعهم قالوا احنا نضمن لكم وأن يعني تكون المحاكمة عادلة كذا. فما ناس أخرين مسدودين. ما قتلوهمش. أي في المدة الأخيرة ما هو عندهم ناس أخرين. حتى ولد القذافي سيد. هو غادي. هو كان ثم طريقة أخرى جاوني جماعة ما نعرفش كان هو كونه تكون المحاكمة على طريق التريبيونال هذه كانت تحرج السعوديين وأنا خممت فيها تعطي خطاب إي وهذا خليهم يدبروا يقولوا يا أخي الراجل ما نجموش نحاكموه أعطيوه للمحكمة الأخرى أعطيوه للمحكمة الأخرى لكن ما نجموش بغداد يظهر لي مش في القائمة لا 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 نحكي على نتاعنا احنا لا لا خلي اما على البغدادي البغدادي هو طلب اللجوء السياسي والمنظمه نظرت في الموضوع وقالت ما تسلموه الا ما نجي نشوفه وجاو شافوه وعاملين في حل احنا من الوحده ذي احنا ما خاطر اللجوء السياسي احنا نعطيوه فهمت هما يكون واذا كان ما احنا ما نعطيوش يمشي يحطوه في بقاخ كان يحبوا ماهوش سي با الكا توا كل مومون الحكومة اجتمعت وقالت سلموه. وحيلنا الدوسي للرئيس. والرئيس مش عارف كيفاش مشى له سي فلان وسي فلتان ولا صرح حتى ما نصيبوش كلمت قلت له ولدي علاش عملنا في التصريح هذه؟ اخي انت تعرف قلت له سي كومبيتونس لي اذا الحكومة تقول لك تعطيه انت تصح شنو الحكاية كان كل واحد وين الدولة هذه فهمت ولا لا؟ وقلت له انت ساعة مازال ما عرفناش عليك. اش بك تبدا تجاوب تعرف التصريح معناش معناه معناها مش معقول هذا انت رئيس دوله معناها ما تمشي الا على مقتضيات الدوله مش على مقتضيات قيمتي الشخصيه قلت له انا بالرغم اني انا ما عنديش امور مسؤولي انا مسؤول هو مسؤول الناس كل مسؤولين خرجوا ناس محامين ويصرحوا في الواحد شنو الحكايه هذه مش هذا الضوابط تاع الدوله هذه هذا مش عارف بعثنا له الواحد وبعثنا له الامر وبعثنا له كل شيء حاضر قلت له صح ولا دم راسك ولا خليه اللي بعدك سي مرزوقي ولا غيرك سي متر فارس لا هو حتى سي مرزوقي ظهر لي ما عندوش دخل هو فهمتني يعني حتى في القانون هذه سي اون كومبيتونس سي اون كومبيتونس لي حتى لو كان عنده الحق يعني ما عندوش تصرف ما عندوش تصرف لا قول ولا فعل هو يعني صح هاكا سي كومبيتونس لي هذيك انا حبيت نستشيرك في انه هل يمكن ان نطلب ضمانات طلبناهم كتابيه طلبناهم وعندكم الضمانات الكتابيه اه جيد اي مو بيان سور احنا ما يخرج منا مش لا قدر الله فضيحه لا 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 احنا يعذب ولا يقتل لا 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 احنا طلبناه ماذا كاولي اللي مطلوب منا عملناه ماناش بالعكس هو كنا يعني وخرنا وعملنا لهم وطلبناهم ثم واحد اخر ما جاوبوناش سلمناه خرج على نفسه متكلم هذاك لا 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 عنده كان الاخر اهم منه سي مخابرات ايه عشان شو اسمه انا نعرف جاني برش مرات نسيت اسمه غير انا من ثوره عاد هذا مش ثوره هو اما الاخر من كيف القذافي جاء لهنا وقعد عندنا شديناه ما انت وحش وبعثناه للمحاكم المحاكم ابروه ايه طلبنا لهم جماعه قلنا لهم يا سيدي ابعثوا لنا الوثائق ما بعثوش قلت له الشعر راح كلمني انا سي مصطفى عبد الجليل قلت له اخي قال لي لا احنا الغلطه منا قلت له هذاك هو احنا ما نجموش نحطوا على ظهورنا الحكايه هذه مشى على نفسه
فهمت لا؟ هذو الامريكان وكل واحد هذا بروس كلهم يخدموا بالدبر فهمت؟ مشى على روحه هذايا ما مشاش وبعثوا لنا الوثائق الاولانيين والثانيين بحيث احنا محجوجين فيه. شوف سي محمد يعني وقت ما حد يبدا مسؤول ما يدخلش العاطفه في الحكايه هذه. سي اللي تعب عندنا دوله والدوله عندها مصالح واحنا مع الليبيين عندنا مصالح اكيد ولو هما تو في وضع سيء. بدات الحرب تسلموا له مش يسلموا له؟ نعم مش يسلموا له شويه تحسنت الوضعيه؟ ايه تحسنت شويه بالفلوس تحسنت. ايه شنو هو؟ جماعه الاوروبيين مجمدين على الوقت الامريكي كنت تعطي 30 مليار فلوسهم هما فلوسهم ايه عندهم 145 ايه فلوس 145 ايه فلوس كل واحد شد طرف ايه فلوس وهما الثوار اللي عندهم يعني تقواوا عليهم. قابلت وانا الاخراني سي عبد الجليل المده هذه في بولونيا وحكيت معاه وخاطر كانوا مقلقين احنا في الحدود ولو جبدوهم قلت له كيفاش؟ قال لي شري لهم الفلوس. قلت له هذه مش دائما الحكايه هذه. قال لي ايش تحب نعمل؟ ها؟ توفر فلوس يرجعوا يرجعوا ايه. قال لي شدوا في الوحده وقالوا هذوك غنيمه الحرب. يلزمهم يزيكسبلوت ياخذوا الفلوس عندهم عشائريه القبليه هذه ولا الحمد لله. اما ان شاء الله وضعيتهم تتحسن يمكن مع ايجاد توا الجيش نتاعهم والامن ان شاء الله يلزم وقت طويل وقت طويل ونبهتهم انا من الاول قلت لهم راكم تدخلوا في مشاكل وكذا ودخلوا في مشاكل كان عندهم سي اخر استقال و فإذن نساعدوهم في المسألة. ملف فرنسا سي باجي شو ترى؟ فرنسا شوف أحببنا أم كرهنا علاقنا معها قوية. أكيد. ثانيا ما نجموش نجيو الفرنسيس حبوهم يفكروا كيفنا احنا. معناها شيء آخر. وردوا بالنا في التصاريح. مش مليح. عارف. فهمت ولا لا؟ مش مليح. إيه مش مليح. لو سامحني. هذا يا مسيو ساركوزي اذا كانوا مش يرجع مش يولي هو الرئيس ما عندناش مصلحه مش خمسة سنين مش يقعدوا غادي وعندهم تاثير اساسي في اوروبا هما يعني كطرف ثانيا كان عندهم بالنسبه لنا مركب وكونوا مشاو مع بن علي فهمت ولا وقت اللي جات الثوره ما ثقوش بها ما فهموهاش ومشيت وحكيت معاهم وقال لي بالضبط رانا احنا اخطانا وعنده معاه مسيو جوبي هذا باه ياسر الوزير الخارجيه وجاني لهوني فرحت به وفطرته كرئيس توا معناها قاعد كل واحد تعطيه قال لي احنا اون با كومبري وقابلت الوزير الاول تاعها كيف كيف في اوني با مال بحيث عندهم مركب لكونهم هما فرنسا اللي مستعمرة تونس وتعرفنا وكذا وخبرنا عندهم ما فقوش في الحكايه اخطاوا ولاو يحبوا كفروا على ذنوبهم. بون بس ساركوزي هذايا فيما يخص الجيويت الراجل معناها عطنا احنا عملنا معاه القانون معاه عملنا ما صارت مشيت غادي وكلفت زوج من الناس وحضروا معاهم وعملوا في الرابور ما زالش انا اللي شكروا تونس وكذا بحيث دونك ماشي معانا وقت صار التغيير اصبح بعثوا جواب طويل عريض فهمت ولا فيه معناها ما شاء الله من الالتزامات ورانا احنا ونحبوا كذا نظن جاء سي مرزوقي الجواب هذا وبعد يجي يقولوا بكم انتم مستعملين وكذا هذيك والبحرين تسمح لي نقول لك انا يعني غير تقدير المسؤوليه هذه وخاصه هذه قضيه صلاحيات راي السياسه الخارجيه كانت هي مع الحكومه احنا قلنا نتشاور فيها لكن مش يصرح مشكله وهو نقول لك وثم عملت تصريح اخر على الـ على الـ قال الحركه الدبلوماسيه حد شيء هذه باش نبدلوها باش نعمل يا ولدي تبدل من غير ما تقول هاني فسرت لك يعني تبدل من غير ما تقول فهمت يعني شو نقول لك فما اشكال فما اشكال فما اشكال ولا نبات كبيره الحقاق الحق وبدينا نلبسوا نبهتك ليه؟ فهمت ولا؟ وغيرك اي لا علاش؟ على كل حال في هذا ان شاء الله على كل حال تحاولوا تعالجوا بالهدوء ولكن بالوضوح زاد لانه ثم الصلاحيات انا كيف كيف هذه سي عبد الكريم انا كلمني قال لي هذا
القطريين جاوا لاصطياد الحبارة والحبارة عندهم غادي مشاو داروا بسي المنصف شكون جا غادي كيف زيارته وقالوا يالكو لنا في الثروة قالوا المرة خرجوهم طردوهم وكلم الوالي ما اصلا مش راجع بالنظر لي هو اصلا معنا فانا كلمت سيد الوالي قلت له شو فيك تسمص وشو لا بقاو حالي معاهم بالتربية ما اخر مع عشان يحصلوا له ولا مشكك اصلا ايه مشكك شو تخرجوا ليش حساسين ايه شو حساسين شو هذا يقتلوا على قاطس يعملوا هيك تعملوا عيلته وطردها خلاص وهي تو يا اخي جديده الحباره تو عندهم السعوديه تعرف قداش عندهم كهرباء في تونس 70 يجوا يصطادوا بها وكم شي زوم ازاي ايه هكا مش يمشي النيف والنيف كان هو بنفسه ايه ياخذ شهر ايه هكا تو مش يمشي جاوا قالوا لي نخرجوا الكهرباء قلت له قداش 70 كهرباء عنده هنا قلت له خليه يخرجوا اسمح يمشي على الاقل نقصوا في الواحد بطلب منه مش ليش قلنا له برا طبعا لا 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 رغم غير جماعتنا شكاعة شوية لا والله أنا قابلتهم يعني إذا يوقفوا مطار المستيرز إذا يفرغوه لا معقول معقول هما قابلين سيدي نصف نصف قلت لهم هذه لازم نشوفوهم هو هي هي الصفقة نفسها مش باهية حتى الميناء حتى المطار نفسه هي. هل أنه وقته ولا لا ماهوش وقته والله هذا شو وحتى الميناء باش يعملوه البار لا 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 في مزار خير انا نقول لك سي طيب بارك الله فيك تعرف سي طيب هذه الوضعيه نتاع الحساب قلت له قلت له انا راني ما مسيت حتى فرانك فيها امور واضحه اوكي مكافئات عيد الفطر والزمامر هذا مش حاجه كبيره لا مش حاجه كبيره قداش عنده فلوس انا مليار لا لا 100 مليون 800 شنو هذوما؟ هذا رصيد متبقي بالحساب الجاري البنكي. وقداش؟ هذا هو 100 مليون. ونحن كيفاش خاش لقينا تجينا؟ لا احنا ما هذوما اللي تصرفوا. دونك الوضعيه 8000 و 10000 هذه نتاع مناسبه عيد الفطر مناسبه العوده المدرسيه كل حاجه من عيد الاضحى المكافاه الشهريه لعوان الديوان هذوما يحطوهم على ذمه هذوما ثم حساب خاص بالوزير الاول. شركة توصية البنك. ايش معنى خاص؟ معنى يصرف فيها يصرف فيها معناها يعني للعوان هنا مناسبة العيد، مناسبة العودة المدرسية، مناسبة وتصحى فيه معناها الشاكز. ربي سامحني جيب جيبك الوحدة اللي فوق. تعال خلينا نعطيه له. كاهو. سيد باجي متصدر. والله دي أول مرة أشوفه بكل صراحة. أنا حتى كنت في الداخلية ولا في الخارجية عمري ما استعملها. أنا نفصل الموضوع بالتفاوض. لا هذاك موجود هذاك موجود شكل الضحايا نتاع الثوره عاونهم شويه شوف هكا قالت انا سيدي بتي تصابوا برا 1200 وكذا نعم نعم معنا بالنسبه وين الوحده هذه نتاع هذه جيب لنا باش نصححوا لا لا ولا انا نصحح لك اللي باش انت تولي عندك الحق باش لاقي الواحد كذا لا تصير اللي لقيت مخليه هنا انت تو بعد باش تخلي هذا القول اللي جاي بعده الى ان يرث الله الارض من عليها خير الوالدين. هنا في السبيسيمان. السبيسيمان مو هذا. باش تعتمدوا البنكه. وهذا نتاعك انت. صح لنا لهنا. فوالا مش حاجه اخرى. هو عندك تعيين تو باش نشوفوا عاد ما لا ان شاء الله ها هو قاعد هنايا حتى لين لا لا مش على ذمتك تعاون الله على ذمتك هو اشوف اكيد ولو انا ما عايزش نعمل بالبيبليك
وهو الامر نتاعو حضرته له. أو انت تنظر فيه في عقل. ان شاء الله ان شاء الله. هو كان باش يمشي للمدرسه الاداريه. وهذا قبل ما نعملوا عنده كوريكولوم فيتي نتاعو اللي يسمح له بهذا. بسم الله عليكم. بارك الله فيك. ان شاء الله يعاوننا هنا. لا يعاون الوضعيه نتاعو. كل انسان تعمل له يجيك يعطيك اللي تحب. لا انا وكلهم مستعدين وانا نقول لك ما لقيتش معاهم صعوبه. ها سيدي ان شاء الله انا قاعدين في الفتره انا سي محمد دخلت من 14 في البيرو خرجت 21 من سبع ايام في المكتب وقت اللي جيت كنت نتذكر سبع ايام ما خرجتش من المكتب باش كيفاش نجم باش تفصل الدواء باش تصير معطله لا هكا هو تو اه سيدي خليهم تحب ناخذ شرب ماء. عندي قضية شاي الفم. عايشك. ماك هوا معك.